وأخيرا يا صديقي، منتجات لبنسكي بالكامل متوفرة في مصر، وعارف فين؟ عند صديقك بوبوش سرايا عابدين. لبنسكي العشق، بحس ان الماركة دي بتحترم عقليتنا قوي في الديزاينات عن كوهيبة، وده رأيي الشخصي. لا كوهيبة سمعانا ولا لبنسكي شايفانا. الجلد الفخم الشيك جدا المميز عبارة عن شنطة، ومن الداخل بخشب الأرز اللي هيحفظ معانا السيجار. شايفين حتى الهيمدور مختلف عن كوهيبة ازاي؟ بياخد باكت كامل، وطبعا في معالج الرطوبة ومقياس الرطوبة، وده هنقدر نقسم بيه الهيمدور. ومفاجأة كمان من لبنسكي، معاها المقص الفي كت المميز اللي بينفع للسيجار التوربيدو. احترام فعلا في الماركة دي يا صديقي، تحفة. شكل الكيس نفسه خرافة، هينفع لمكتبك وهينفع للسفر وهينفع حتى وانت ماشي. شنطة من الجلد الفاخر، شيك جدا جدا يا صديقي. واخيرا وليس اخرا، مفاجأة كمان، كل منتجات لبنسكي بالكامل متوفرة. الكيس الأسود والبني، طقم الولاعة وطقم المبسم، هوصف لك في فيديو آخر استخداماته إيه لعشاق السيجار والطفاية. وكمان اللون المميز جدا من لبنسكي، الأسود المط.